يعني أن تقام ندوة عن طه حسين في معرض القاهرة الدولي للكتاب دي مسألة مهمة، لأن طه حسين نتاجه الأدبي مهم، قصته الشخصية أيضا مهمة، نوع من تحدي المستحيل، نوع من العمل في مواجهة ظروف شديدة الصعوبة والقسوة عندما يقدم للأجيال الجديدة، ده أمر مهم. يوم الخميس القادم في ندوة أخرى عن طه حسين في اتحاد الكتاب، وده يعني شيء جميل، وأنا كنت أتمنى وقلت هذا الكلام في المنصة إن كان يبقى طه حسين هو شخصية المعرض هذا العام. ندوة اليوم كنا بنتحدث عن طه حسين الإنسان، طه حسين الأديب، كيف بدأ ويعني وكيف خرجنا من أو خرج من المعاناة الشديدة إلى هذا الفكر وهذا التنوير، أحد أهم أعمدة أو أحد أعمدة التنوير في العصر الحديث، صاحب مستقبل الثقافة في مصر، صاحب المؤلفات الكثيرة والكتابات العديدة التي أثرت الأدب المصري وأثرت العقلية المصرية والعربية. طبعا أنا بشكر معرض الكتاب إن هم احتفل باليوبيل الذهبي لوفاة طه حسين، واختاروا شخصية من ضمن الشخصيات الخاصة بالاحتفاء بها، لأنها طبعا شخصية تستحق وتستحق الدراسات الكثيرة، واتضح ذلك طبعا من الحضور. حضرتك يمكن شفتي الحضور كان عامل ازاي ومحور الأسئلة وتساؤلاتها، ويمكن احنا نبص هنا هو ان هو رغم ان هو يعني ما كانش شايف الأحداث، ولكن بصيرته كانت في تأليفه بتوريك الواقع لما يرمزه، فكل قصة من قصصه كانت ترمز لواقع وإلى أحداث معينة. فطبعا شخصية جديرة بالدراسة، شخصية جديرة إن إحنا نتفاخر بها، هو رائدا للتنوير في كافة مجالاته. ويمكن كانت مداخلتي أنا اليوم عن طه حسين كرائد للتنوير والثقافة وقائد من قواد الفكر الحديث. الدكتور طه حسين رمز كبير أدبي عظيم، لابد وأن تتعرف عليه أجيالنا الحالية. يمكن قليل بعض الذي قرر في دراسة على بعض من أبنائنا في المراحل الابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، يعني قررت الأيام وقررت الشيخان، لا هناك لابد أن تقرر مقالات حتى يمكن وكتب أيضا لأدب الدكتور طه حسين. We'll be right back.